وللمزيد من التفاصيل ومعلومات أكثر ينضم إلينا من رفح الفلسطينية بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية. بشير أهلا بك معنا في هذه التغطية المتواصلة على شاشة القاهرة الإخبارية، ومزيد من التفاصيل حتى هذه اللحظة، قصف المنزل الذي بجوار المستشفى الكويتي والقصف المتواصل من قبل آلة الحرب الإسرائيلية الذي استمعنا إليه في خلفية حديث زميلي مصطفى عبد الفتاح من الجانب المصري من معبر رفح، تفضل. تحية لكم. يعني ما يجري على الأرض هو تكثيف للقذائف المدفعية التي تطلقها الآليات العسكرية والمدفعية المتمركزة إلى الشرق من مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة. هذه المدفعيات كثفت في الدقائق الأخيرة من قذائفها باتجاه المنطقة الشرقية لمدينة رفح، والعشرات من هذه القذائف أيضا انهالت خارج المنطقة، منطقة القتال المحددة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة الشرقية، وسقطت في وسط مدينة رفح، وجزء من هذه القذائف أيضا سقط في محيط المستشفى الكويتي مستهدفا منازل المواطنين والأبراج السكنية في وسط هذه المدينة، مما تسبب بإصابة العشرات من المواطنين بإصابات متفاوتة الخطورة. معظم هؤلاء الإصابات هم من النساء والأطفال وكذلك من المارة الذين كانوا في الشارع حينما سقطت هذه القذائف في وسط المدينة. نحن نتحدث عن وسط المدينة، أي تبعد عن المنطقة المهددة والمطلوب بإخلائها أي ما يزيد عن 3 كيلومترات بناحية الغرب، وهذه المسافة أيضا سقطت فيها كل هذه القذائف. والواضح بأن الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الأخيرة يتعمد استهداف المباني والأبراج السكنية العالية وكذلك المؤسسات الخدماتية، حتى محطات الوقود والغاز والمؤسسات الخدماتية باتت أيضا مستهدفة في هذا العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة رفح. أيضا من ناحية الغرب قامت الزوارق الحربية الإسرائيلية بإطلاق مجموعة من القذائف والصواريخ باتجاه الشريط الساحلي لمدينة رفح بغرب هذه المدينة. إذا ما تحدثنا عن المحافظة الوسطى وتحديدا مخيم البريج، فقد ارتقى شهيد في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلة راضي في المخيم الجديد، وأصيب العشرات من المواطنين بجراح متفاوتة الخطورة. أيضا في مدينة غزة وتحديدا في ساحة الشوة، حيث ارتقى نحو 10 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة الشوبكي. هذا المنزل كان يضم هذه العائلة، وقد استشهد من هذه العائلة 10 فلسطينيين وأصيب العشرات بجراح متفاوتة الخطورة. معظم هذه الإصابات والشهداء هم أيضا من النساء والأطفال. الواضح أن الاحتلال الإسرائيلي من خلال عدوانه الموسع على قطاع غزة يستهدف النساء والأطفال والمدنيين، وهذا واضح بالإحصائيات منذ اليوم الأول للعدوان وحتى هذا اليوم، ما نسبته 72% من المصابين والشهداء هم أطفال ونساء كانوا يبيتون ليلهم أمين في منازلهم وفي مدنهم حينما باغتتهم هذه الصواريخ ومن المدفعية وكذلك من الطائرات بالقصف المباشر. بشير، هل تتركز أو يتركز القصف الإسرائيلي فقط في المناطق الشرقية لمدينة رفح؟ يعني نتحدث عن حي السلام، حي البرازيل، ثم جنينة، أم توغل هذا القصف الإسرائيلي إلى المناطق الأكثر ازدحاما، تل السلطان مثلا في مدينة رفح؟ حقيقة أن القصف وكثافته تتركز بشكل رئيسي في الأحياء الشرقية، ولكن مع الدقائق والنصف ساعة الأخيرة تخطت هذه القذائف باتجاه وسط مدينة رفح. ونحن نتحدث أن وسط مدينة رفح يبعد عن المنطقة الشرقية ما يقرب من 3 إلى 4 كيلومترات، حيث انهالت هذه القذائف باتجاه وسط المدينة مستهدفة منازل المواطنين ومستهدفة بعض الأبراج السكنية العالية في وسط المدينة، مما تسبب بإصابة العشرات من المواطنين بجراح متفاوتة الخطورة. المنطقة الغربية من المدينة والتي تضم عشرات الآلاف من مخيمات وخيام النازحين في المنطقة الغربية لمدينة رفح أيضا هي تتعرض لقذائف، ولكن هذه القذائف تنهال عليها من الزوارق الحربية الإسرائيلية التي تجوب قبالة شواطئ بحر قطاع غزة. بشير، هل لديك أي معلومات عن تفجير محطة أبو جراد للغاز المتواجدة في شرقي مدينة رفح؟
هذه المحطة هي محطة كانت تورد الغاز، غاز الطهي للمواطنين الفلسطينيين، وهي تقع في المنطقة الشرقية على مقربة من الحدود الشرقية لقطاع غزة. تم استهداف هذه المحطة بعدد من القذائف المدفعية، ما تسبب بانفجار لأسطوانات وأنابيب الغاز الموجودة في تلك المنطقة ولخطوط الغاز في هذه المحطة، وهو ما تسبب بانفجار ونيران هائلة اشتعلت في المكان وأدت إلى تدمير هذه المحطة بشكل كامل. الواضح أن الاحتلال الإسرائيلي يريد من الاستهدافات المباشرة لهذه المحطات وللبلديات وللقطاعات الخدماتية في مدينة رفح تحييد القطاع الخدماتي في هذه المدينة وإغراق المواطنين الفلسطينيين والنازحين بالمزيد من المشاكل والمعاناة الإنسانية فوق المعاناة الذي يعانونها جراء النزوح المتواصل منذ الأيام الأولى للعدوان والنزوح المستمر من شرق المدينة إلى غربها. بشير، إذا يعني ذهبنا من الأمر الميداني إلى الأمر الإنساني، المخيمات المؤقتة للنازحين الفلسطينيين الذين أتوا من شمال القطاع ووسط القطاع وحتى من جنوب القطاع من خان يونس إلى رفح الفلسطينية طلبا للنجاة من آلة القتل الإسرائيلية، من أين لهم بالحاجات الحاجيات الأساسية للحياة هذه المخيمات المؤقتة؟ حقيقة نحن النازحين نعتمد بتنا بشكل أساسي على المساعدات التي تأتي عبر جمهورية مصر العربية إلى قطاع غزة، ونؤمن منها احتياجاتنا واحتياجات الطعام والشراب والمياه والمستلزمات الطبية وغيرها من المستلزمات اللازمة للحياة في ظل هذا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. ولكن منذ 3 أيام مع بدء هذا العدوان وتوقف معبر رفح البري وتوقف معبر كرم أبو سالم من الناحية الفلسطينية جراء هذا العدوان الإسرائيلي المستمر على المنطقة الشرقية لمدينة رفح، بتنا نشهد تأزما في الأوضاع الإنسانية بشكل مستمر وملحوظ في قطاع غزة، حيث أن شريان الحياة الممتد انقطع بفعل هذا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، وبالتالي بات من الصعب الحصول مثلا على المياه النظيفة للشرب، وفي ظل أن نسبة التلوث في المياه في قطاع غزة وصلت إلى 100%، ونصيب الفرد الواحد من هذه المياه الملوثة لا يصل إلى لتر أو 2 لتر يوميا. أيضا هذه الإمدادات الإنسانية أثرت على قدرة المستشفيات والمؤسسات الصحية على العمل، حيث كانت تعتمد على عملها في توفير الوقود اللازم لتشغيل مولداتها الكهربائية على هذه الشاحنات، كما كانت أيضا تعتمد على هذه الشاحنات في توفير الدواء والمستلزمات الطبية، وبالتالي هذه توقفت، مما يعني الأمر دفع هذا الأمر وزاد من إرهاق الكاهل الملقى على وزارة الصحة وعلى هذه المستشفيات التي باتت بالكاد تستطيع تقديم خدماتها للمرضى والجرحى الذين يصلون تباعا، وبدت التحذيرات من هذه المستشفيات من خطورة توقفها عن العمل نتيجة لنقص الإمدادات اللازمة لها. وبالتالي نحن نتحدث عن فارق 3 أيام لتوقف هذا المستشفى مثلا المستشفى الكويتي بسبب نفاذ الوقود، وكان ذلك بسبب نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية في ظل الأعداد الكبيرة التي تأتي إلى هنا من الجرحى لتلقي العلاج. جزيل الشكر بشير جبر مراسل القناة الإخبارية، كنت معنا من رفح الفلسطينية، شكرا جزيلا لك.